هو احنا مستنيين ايه يا فندم؟ مستنيين الزفتة المضيفة الجديدة، انا مش عارفة ايه اللي اخرها كل ده. صباح الفل. اخيرا شرفتي. كنت فين؟ انا كنت في الحمام. بقالك ساعه في الحمام بتعملي ايه كل ده؟ انا ان شاء الله ما وعركه بالطياره، انا بقالي 5 دقايق بس. اصل انا قلت يعني اخش الحمام قبل ما نمسك طريق، لان انا بعيد عنك يعني ما بعرفش اشتغل خالص وانا محصوره. محصوره؟ هو انت كل ما هتخشي الحمام هتقعدي الوقت ده كله؟ حضرتك بس جربيني، ده انا حركه واعجبك قوي. عارفه لو طلبت مني اي حاجه هتلاقيها عندك في منت، وما تقلقيش الزباين كلها بتوع الطياره في عيني. زباين كمان؟ بعدين تعالي هنا. ايه ده وايه ده؟ وليه مش قافله الجاكيت؟ وليه لابسه اللي ورا قدام واللي قدام ورا؟ والسكارف دي ما انتيش ربطها كويس ليه؟ اصل انا يعني عمري في حياتي ما ربطت كرافتة قبل كده. هو انت قبل ما يحدفوكي عليا كنت بتشتغلي ايه؟ انا على فكره يعني كنت مضيفه زي حضرتك، بس انا كنت مضيفه في البولمان. ويطلع ايه بقى البولمان ده؟ زي السوبر جيت كده هون، بس شغال يعني ارياف اكتر. بصي ركزي معايا، الشغل في شركات الطيران غير الشغل في الميكروباصات اللي انت رايحه جايه عليها دي وبتشتغلي فيها. النهارده اول يوم شغل ليكي معايا هنا، ما تخلينيش اخليهولك اخر يوم، فاهمه؟ حاضر يا ابي. قبلت ايه؟ قبلت ايه؟ اسمها حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. شفت قلتلك اللي انا هعجبك. يلا ورايا. بقولك ايه يا اختي؟ اختي هي الستة دي يعني هتفضل تكشم لنا كل يوم؟ احنا برضك مش قليلين يعني، احنا علينا خلاص، ده احنا مضفات يعني المفروض. انت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ بتقولي ايه؟ ان شاء الله ما وعنطق كلمة، انا بس كنت بسألها احنا هنركب منين، مش كده يا اختي؟ يلا يلا هتركبي منين؟ يلا يلا ورايا. معلش يا اختي احنا الوقت بقينا زمايل يعني، هتربطي لك جرافته؟ الله يسترك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بان عليها شغلانه هم. ايه الناس الكشرة على الصبح دي؟ وانتي هتفضلي تترجصي البيت، بقالك اسبوع بتترجصي. ولو قعدت سنه ما هتكفي تعبر عن حبي يا سعرب. انا مش مصدقه نفسي، انت خلاص بقيت جوازي، بقى جوزي يا ناس، بقى جوازي. خلاص خلاص ما تصدقوا تزيتوا يا بيت يا بيت. واني كمان فرحان، بس هفرح اكتر لو لحقنا الطياره. يلا بقى ابوس يدك. بتعيطي ليه يا فجر؟ كان نفسي ست ام امي تبقى معايا وتشوفني وانا فرحانه. ما ستك ام امك هي السبب في اللي احنا فيه، هي اللي اخرتنا، قعدت تبوس فيكي ساعتين قدام البيت. يلا بوس يدك نلحق الطياره يا عروسه. طب استنى يا سعرف، انا حاسه ان احنا نسينا حاجه. لا والله ما نسيناش حاجه، يلا نلحق. لا الطيارة. استنى، احنا نسينا باب الشقه مفتوح. شقتي واحنا عندنا شقه اصلا؟ احنا قاعدين عند ابوي. طب انا نسيت صينيه البيتزا في الفرن. صينيه البيتزا؟ وانا متجوز دينيتيلو. ابوس يدك يلا نلحق الطياره. طب اخر حاجه،
انا هسلم على خواتي بسرعه. بقول لك يا عربي إيه، مش هوصيك على هانم. حاضر. دي بنت يتيمه وغلبانه ومحتاجات. عارف يا. بقول لك ايه، انا عايزك تعاملها زي اختك. حاضر. عامل مرتي زي اختي؟ اقول لك يابا هعملها زي امي. لا، امك دي اختي انا. اختك؟ هو انت خالي ولا ابوي ولا عايز مني ايه يابا؟ سيبني الحق الطياره. انا عايز افرح بيك يا عربي، انا عايزكم تملوا لي الطياره عيال. نملى الطياره عيال؟ واحنا داخلين طياره ولا داخلين قريه عش البلبل يابا؟ يابا سيبنا نلحق الطياره. ابوس يدك. هسيبك بس تقول لي الطيار، مش عشان انت عريس وعروسه يقعد يضرب غلز وكلاكسات ويوقف ويعطل الطريق. يابا يابا سيبنا امشي وليك الحلاوه. هسيبك يا حبيبي، بس عارف هتعمل ايه في ليله الدخله؟ لا لا يا هانم خدي تعال. ايوه ابوي عايز يشرح قدام الناس هنعمل انا وانت في ليله الدخله. الله، قول يا عمي. اتقربوا من بعض الاول. أيوة. وتمسكوا ايدين بعض. أيوة. وتقلعوا مع بعض. بس اتحشم يا بس. يا ماما عيب يا عم، احترم العمه حتى. ايه يابا اللي بتقوله ده قدام الناس؟ تقول اقلع وبتاع. بقى هاخد انا مرتي وهنمشي عشان نلحق الطياره. ابوس يدك. يلا شيل مرتك وادخل على الطياره. اشيل مرتي؟ ما تقولش كلام، انت مش قده ولا انا قده، ما تدبسنيش يابا. يلا يلا يا عروسه يلا. استنى بنتي امان، سلمي على اختك دهان، وانت عناد سلمي على اختك رناد، وانت رناد سلمي على سعاد، وانت سعاد سلمي على سعاد. عايزاكم كلكم تسلموا على بعض. هات يا بنت الموبايل اما نتصور سيلف. يا بيه. يلا الصورة دي الليلة تبعتوها للبنت صفاق، عايزاها تبات من كده ومن غزة. سامعين؟ ايوه. ما تستعجليش يا اختي، كلها دقيقة وهتروح انت لصفاق تغزيها بنفسك. الطيارة هتفوتنا يا قمر. يلا يا عروسة ابوس يدك يلا. شايفين بيعشقني عشق مش قادر يستغني عني، بيحبني بيحبني بيحبني. من على ابو رومانسيتك انا ماشي. وسع انا امشي لوحدي. يا سعاد انت مالكيش سفر. يا سعاد اسكت يا بيت. بس كده حضرتك هتدفع وزن زياده كتير. اوكي نو بروبلم، بس يهمني الشنط توصل سليمه. الشنط دي ماركه غاليه، بوسكوفيتشي طلياني. نراجع اتنين بتوعي بوسكوفيتشي، ادي اربعه برضو بوسكوفيتشي، ادي السته بوسكوفيتشي، سبعه بوسكوفيتشي، 8 بوسكوفيتشي، 9 بوسكوفيتشي، 10 بوسكوفيتشي، 11 بوسكوفيتشي، 12. لا الشنطتين البيض دول مش بتوعي، مش تبعي. ايه ده؟ ده تبع سعادتك؟ ايوه تابعي. انت كده هتدفع وزن كتير قوي، لان اكتر من 30 كيلو هتفرغ في شنطة تانية. افرغ ايه يا استاذ؟ دي المدام. اوه المدام. وحشرتها في الشنطتين دول ازاي؟ يعني مش جوه لبره. كل ده ورا؟ امال جوه هيلاقي ايه؟ اشوفكم في الطيارة بقى. التيكت لو سمحت. لو سمحتي وريني يا عروس. بقولك ايه، هو ده المكان المكتوب في التيكت؟ وريني. بصي التذكرة بيه 22 والكرسي دون بيه 22، انت شايفة ايه؟ انا شايفة دي سفالة وقلة ادب. نعم يا اختي. سوري مش انت، انا اسفة. هي السفرية باينة من اولها. وبعدين هاتي التيكت ده، هاتي. اف السندريلا مالها قفشة كده ليه؟ ممكن تفهمني بالظبط ايه اللي بيحصل يا مستر هشام؟ انا مش فاهمة. يعني ايه ميس ايجيبت ترموها ورا في الايكونومي؟ يعني رايحة امثل مصر في ميس يونيفرس تعملوا فيا انا كده؟ هترموا مصر في الايكونومي؟ والله اللجنة المنظمة من هناك هما اللي حاجزين كل التذاكر كده. انا مالي انا ومال اللجنة المنظمة؟ ما كنت تتفق معاهم من الاول. والله بقى هو ده اللي حصل، ولو انت مش عايزة تسافري ايكونومي انزلي. انزل؟ انزل اروح فين؟ ما تروحيش المسابقة. على فكرة المفروض ده يكون رد فعلي، بس انا مش هعمل كده. انا المرة دي هتنازل عشان خاطر مصر، عشان ما ينفعش مصر ما تكونش موجودة في مسابقة زي دي. لا ما تخافيش، مصر تمام مش هتزعل. ميرسي قوي يا مستر هشام، والميرسي قوي قوي لمستر مادي. شكرا. Can I say لا مؤاخذة حضرتك. عمر يا عم الحاج. انت ايه؟ انا ضحروه. انت ايه اللي معادك على الكرسي بتاعي؟ بتاعك كراسي فاضية ايه حاجة في الطيارة؟ انا جيت هنا الاول.
يا ابني انت مش راكب في السي تي اي، انت راكب في طيارة ايرباص مش ميكروباص. في ايه يا عم الحاج مالك بتكلمه كده ليه؟ ايه ده؟ هي المترو فتح خط جديد هنا في المطار ولا ايه؟ تخيل يا محس، الحاج بيقول لي الكرسي ده بتاعه. لا ملعوبة ليه يعني؟ مكتوب عليه اسمه؟ عجبته لك يا زمن. في ايه يا ناس؟ سكو جايب اخر الطيارة، دي طيارة محترمة ما يسحش اللي انتوا تشبطوا بعدكم كده هو. وبعدين صلوا على النبي، احنا رايحين على طريق سفر عايزين ربنا يسترها معانا. خير يا بالحج في ايه؟ يا بلا حضرتك مين؟ مع حضرتك عتاب الحبيب محمود كابن كروت هنا في الطيارة. كابن كروت؟ ايوان. طيب يا عتاب هانم، الكرسي ده بتاعي والتذكرة دي عليها نمرتي والتركيبة دي قاعدة على الكرسي بتاعي. ده حروق يا ست هانم، الكراسي قدامه فاضية اهي وجاي بيستقصدنا. انا جيت هنا الاول. ايه شغل المدارس دون وجيت الاول؟ هو عنده حق الصراحه، ما الكراسي فاضيه قدام حضرتك اهي، نختار لك كرسي. يا كابن حبيبتي، ده تذكرتي وده الكرسي بتاعي وانا عايز اقعد هنا في محل بتاعي. وروني التذاكر كده اللي مع حضراتكم. عينيا يا ست هانم، ما نشوف اخر الفرهاضي. اتفضلي اتفضلي، اللي تأموري بيه وانا راضي بحكمك. الحاج بيتكلم صح، الكرسي دون بتاعه. انتوا اهل مقعدكم هنا هو، انتوا اصلا حاجزين عاده. عادي، وعهد الله اي اللي بتاع التذاكر يحجز لنا مخصوص. هي دي طياره ولا محل كشري ولا كنا انا راكب في خطوطه مطارق الجويه؟ يلا اتفضلوا على اماكنكم ورا، جبتوا لنا الكلام. عادي، وعهد الله مخصوص. دافع ومكلف وتقول لي عادي يا فاس. لا مؤاخذة حضرتك، لو في ديتول بس في الكرسي مطرح الشباب بس. والله التاتول مش متوفر حاليا، بس انا معايا وايبز. وايبز؟ ايوه. ومفيش داتول؟ لا مفيش داتول، والله قلبت عليه الطيار. خلاص خسمت، لا تاتول ولا وايبز، هي قاعده نوصل وخلاص. ماشي، احنا اسفين. لا ولا يهمك حبيبي، انا تحت امر حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه حبيبتي، اي حاجه تعوزها قولي يا عتاب هتلاقيني قدامك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه الحمد لله. كلك نظر. نعم؟ كلك نظر. شكلك كده زي اكنك لمؤاخذه عايزه بقشيش تبس. هو في حد يقول للرزق لا؟ كل سنه وحضرتك طيب. هو فين السواق اللي هنا؟ يا محس يا واد، يا محس يا ضحروم، مزنوق يا ولد. طب ما انا كمان مزنوق، انا محصور يا صارم. طب ما تروح تخش الحمام، ما هناك اهو الحمام ضيق. طب ما تدهي نفسك زيك كده يمكن تخش. انا لسه هعمل فيها ابراهيم الابيض، مفيش وقت يا ولد. يا ضحروم، مطره واسعه اهي، ما تعملها جنب اي حيطه ولا ايه يا انسه؟ لا كده كتير قوي. لا اكسكيوز مي، كده اوعى رجلك دي. ايه ده القرف ده؟ لو سمحتي لو سمحتي، انا عايزه اغير مكاني، انا مش هينفع اكمل التريب جنب الاثنين دول لو سمحتي. لا يا عروسه، هم عملوا ايه؟ الراجل ده كان عايز يعمل بيبي بره التواليت، والتاني ده كان فارش جرانين كده وعمال ياكل فول وبتنجان. بتنجان؟ الصحه كده هون يا رجاله؟ بتنجان على الطياره؟ وانا تدوني فول بس؟ بقى هي دي انا اخلاق المصريين في الغربه؟ ده احنا لسه ما وصلناش، امال لما نتغرب هتعملوا في بعض ايه؟ ما انا قلت لك على شاشه وانت ما جبتيه. ما انا ما قلتلكش فحم. حسكيني طلع لها سندوتش المشي بدوده. لا انا عندي الحل، تاخدي مرطرطه؟ لا خلاص يا اخوانا، حبست بالعصير. تحن عليا، ما تهدي يا عروس. ليه وين بنت؟ استبح وقولها يا صبح تعالي معايا. والنبي يا اختي، الزاح كده هون؟ الزاح الزاح جوه. اقعدي. مبسوطه كده هون؟ اديني بعدتك عنيهم. ماشي. ها قولي لي بقى، عايزه حاجه؟ لا ميرسي، اغير لك الكرسي بتاعي، اجيب لك شاي، اجيب لك. لا لا خلاص انا كده تمام. لو عايزه اي حاجه اندهي عليا. ماشي، ربنا يتمم لك بخير. على ايه؟ قصدي انا كل سنه وانت طيبه. لا بس انا عيد ميلادي في جون مش دلوقتي خالص. طياره انا كان بان عليها. خدي والنبي يا اختي المديان جنبك. ايه ده، انت عاوزه ايه انت؟ حطها بس بجيب الكرسي اللي قدامك وخلاص. يبقى ايه يا انسه انت؟ استني هنا خدي. We'll be right back.
باسم. باسم يا حبيبي اصحى. باسم بس يا باسم هتفضحنا. اسكت اسكت، احنا مش في البيت. اسكت. ايوه اقفل بقك ده، اقفله بقى كده. اسكت. تعدلي راسه عشان صوت شخير. اه حاضر سوري معلش. بس يا بابا خلاص. بنش بنش يمين يا جواد، بنش يمين. ما تصحي يا مدام. مدام ايه حضرتك؟ انا مش مدام ولا مراته حتى. تبقى عشقته. من فضلك انت لو سمحت ما تتدخلش. ها بعد اذنك يعني. انا مش مراته، انا خطيبته. يا سبحان الله، اول مرة اشوف سفينة ركبة طيارة. عارفة يا بنت يا هانم، انا درست نظري طول عمري ان كل ما نطلع بالطيارة الجاذبية بتقل. اول مرة اشوف ده عملي. ده انت فاضلك شوية وتلزقي في سقف الطيارة. انت بتكلمني يا سعربي؟ انا مش سامعاك. انا ودني اتسدت وكأني في جبل برك فيها. انت سامعني؟ كلنا سامعينك. اسفين يا كابتن، كمل سواقة بس العروسة بتتدلع. بس يا بنت اعملي كده وانفخ. ايديدي بتفك يا سوسي. يلا استمتعي بقى وتفرجي. الحاج يا سعربي، ايه دول عندهم اهرامات زينا؟ مين اللي عندهم زينا؟ ما احنا لسه في مصر يا بنت. كل ده ولسه في مصر؟ ما الطياره لسه طالعه. انت مش قلت لي ان الطيران نعمل هوب هوب تبقى وصلنا؟ الكلام ده في العلم. امال احنا في حلم؟ ما خلاص يا بنت بزياداكي كحريت. انا بزياداني كحريت؟ تزعليش خلاص يا عروسه. فين الضحكه الكئيبه اللي بحبها؟ الله يحرقك. عامل لك اكتر حاجه بتحبيها؟ هتفليني؟ افليك ايه القرف ده؟ اكتر حاجه بتحبيها مني؟ يبقى تقول لي شعر وهالفه حالا. طب يلا اسمع. كتب التاريخ عن قصه حب قيس وليلى، عنتر وعبله، وجه الوقت اللي يكتب عن عربي والهبلة. والله يا بت بحبك حب الكلب للكلبة. ده أنا من خوفي لا تضيعي مني فكرت أربطك بسلبة. عارفة يا بت؟ إيه؟ اللي يتجوزك مش هيجيب شقة، ده هيجيب حلبة وعربي. الله! أي حاجة أنت بتسقف عليها وأنت فاهم حاجة؟ أيوة يا بت فاهم طبعاً. في الطيارة تقول الشعر الترجمة تنزل تحت على طول. يا صلاة النبي، ده انت شكلك هتشوف العجب يا هان. طب بقول لك ايه يا سعربي، ما تحكي لي شوية كده هوت عن اندومي اللي احنا مسافرينها دي. مسافرين اندومي؟ ليه مسافرين في علبة؟ يا بنت اسمها اندونيسيا. اندونيسيا دي جنة الله في الارض. ده عندهم الزرع لونه مش اخضر. هم لونه ايه؟ جرين. جريه؟ والله هتشوف الجريه يا هاني. ده مين اللي جاية دي؟ ايه ده؟ دي لابسة لبس شرطة مدرسية. قهوة ولا عصير يا عرسان؟ ولا اجيب لكم شربات؟ دي طلعت قهوجية. هاتيلي واحد قهوة مانو وسكر بره. من عيني. وانت يا عروس؟ هي الحاجات دي ببلاش؟ ايوه ببلاش، بس اطلبيها بتناكة. ماشي. انا عايزة تفاح. بينك مفيش تفاح. لا تجيبي لي بقى تفاح وتقطعيها اربعة اربع وتقشريه زي ست امي ما كانت بتعملهولي. من عيني يا عروس. وتجيبي لي طرتي. على عين اللي ما فيش تورتة. والله طب اقول لك حاجه احلى من التورتة، انا هزغرط لك. هاتلي بقى الست الحنان. معلش يا نرسيس، العروسه بتتدلع بس. ربنا يخليها لك. هات الشلمون. واحده كمان شلمون. شلمونه؟ بنت احنا في طياره بيزنس اسمها شلمومه. سيبوا رجلي سيبوا رجلي. لا انا ده لا ارجوك حرام عليك. حلنا المدمن ده بقى. اوكي سوري باسم اصحى بقى. احنا وصلنا خلاص؟ لا لسه، احنا طايرين في الجو. لسه في الجو؟ لا انا لازم انزل من هنا دلوقتي حالا. نزلوني من هنا. بس ايه ده؟ في ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ اقعد كده ليه؟ انت مش عارفه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا حلمت حلم فظيع، حلم شنيع. حلم ايه؟ في ايه؟ حلمت ان الطياره بتقع. بتقع؟ معلش يا حبيبي اهدى ان شاء الله مفيش حاجه. اهدى ايه؟ بقول لك انا لازم انزل يا كابتن. لسه في ايه يا ناس؟ ما تصلوا على النبي. في ايه؟ يا افضل الصلاه والسلام. لو سمحت انا عايز انزل من هنا دلوقتي حالا. تنزل منين حضرتك؟ هو انت راكب الصاروخ في الدريم بارك؟ بص حضرتك انا شايف في ميه اهوت، يعني ممكن تفتحوا الباب وتدوني عوامه وتنزلوني انا. ما ينفعش يا استاذ. هو ايه اللي حصل؟ بيقول ان هو حلم ان الطياره بتقع. مش بتقع بس،
حضرتك الطياره وتقع في الميه وسمك القرش هياكلنا كلنا. يا لهوي يا ساتر يا رب، خلاص ما تفسرش. ادخل الحمام بظهرك واحكي الحلم وتف على ناحيتك الشمال 3 مرات. احكي لمين في الحمام؟ وانا مالي تحكي لي؟ ان شاء الله تحكي لي الكبانيه. انا مالي؟ طب يا ست اعتبريني دخلت الحمام ودي كبانيه وديني تفيت 3 مرات. ممكن تنزلني من هنا؟ انت خطوه سيئه. الثلاثه شيطان ودخل بين الركاب. لا اله الا الله. من هنا؟ لا استني يا جماعه، لازم ننزل من هنا. سمك القرش بيسيل سنونه. بس سيلي دي اصلا ما تتكلميش معايا. والله العظيم انا عايز دلوقتي. وهي حرام عليكم، احنا مش شعلقين في الجو وماشيين ببركه ربنا. طب اله يا رب، لو ما استفدتوا الوقت من نوع نوصل والطياره دي انتوا عاملين في عرض البحر. انسه انسه فوقي فوقي يا انسه. انت كويسه؟ يا ترى المكان عجبك ولا تحب نغيرهولك؟ انت كويسه يا بنتي؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل؟ الطياره وقعت. دي وقعت في الميه بجد؟ لا يا حبيبتي، هي نزلت تشرب وهتطير تاني. بقولك ايه، لو انت كويسه وقادره تقف على رجلك حاولي تساعدي الناس. بسم الله عليك يا ست الكل. يا لهوي انت حامل؟ دكتور يا جماعه الحقونا، عاوزين دكتور. الست هتولد مننا. بس بتصرخي ليه؟ انا دكتوره. يعني انت كويسه الحمد لله؟ امال كنت بتصرخي ليه؟ بصرخ ليه؟ هو انا واقعه من على سرير؟ انا واقعه من طياره. طب انت عاوزه حاجه؟ انت كويسه؟ هو بس شويه تقلصات وكرامبات وحموده. الحموده دي تلقي شعر البيبي هيطلع شعره تقيل. هو واد ولا بيت؟ امشي امشي امشي. هاي يو كم بليز كم. انا طلبت شاي. اوكي، فين السكر؟ سكر ايه؟ سكر زيادة بليز. سكر ايه وزيادة ايه؟ هو انت مش داريان باللي بيحصل حوالينا؟ وبعدين ايه اللي وقعك بالكرسي من الطيارة كده؟ هي الطيارة وقعت؟ برافو، يا ريت بقى شوية لبن مع السكر عشان يبقى شاي بلبن. ايه ده؟ بس اسم الله عليك، اسم الله عليك يا عروسة امي يا اختي. انت كويسة؟ احنا وصلنا عند روسيا ولا؟ لا يا اختي، الطياره وقعت بينا. يا امتي وقعت فين؟ وانا ايش عرفني امي يا اختي؟ امي ما ساعدك امي. مش قادره اصلب طولي يا اختي. اهدوت في صوت حد بيصوت. انا مش سامع حد غير نفسي يا اختي. اهدوت، الصوت جاي منين؟ اديه الحين يا اختي، ده صوت عربي جاز. انا طلع صوته من وسط مدرج يا عربي. استنى بس نسمع الصوت جاي منين. يا الصوت جاي من تحتيك. أم يا لهوي عيني يا اختي. أم زمان الراجل فات. يا لهوي يا لهوي، دي في كابوريا. كابوريا يا بنت الحوت. يا عربي اللي جابك تحت مني. اللي جابني تحت منك المد والجزر يا اختي. لا تسالي، عومتين في دراعاتك وسايباني نازل كلابي. جيبك وسط الفستان. وسط الفستان ده عليه رهن 75 جنيه. الراجل مش هيرضى يرجع البطاقه. دفناني بالحياه هاني. يا عرب واني تربة ولا ايه؟ تربة؟ ده انت ملخة. وهو افتشيها. يا نبي سبلي الطاق، سبلي الطاق والنبي. ده في حد قتلك؟ الحقونا يا جماعة، الراجل اتقتل. يا جماعة حد يلحقنا دكتور يا اخواننا. بينادوا عليك، تعال علينا حامل. يا لهوي، دي اكيد محتاجة عملية. هتشال ازاي دي؟ في حد يعمل فرحه كده هوت؟ كنت برسم تاتو. تصرفوا بقى، حد يطلعها. ايه ده يا استاذ؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، انا لمحت واحنا جايين شنطه اسعافات كده، هاتيها لي بسرعه. ايه ده يا استاذ؟ ايه ده يا استاذ؟ بسيطه بسيطه خالص، ولا انت محتاج عمليه ولا انت محتاج لاي. اللي انت نيلتيه ده؟ نيلت ايه؟ كده بصمتك على السكينه.
اهدى يا استاذ، اهدى 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 عشان اعرف اخيطك. تخيط مين يا وليا؟ ده انا خيط 10 زيك. اهمد بقى واهدى. اهدى عشان اعرف اخيط الجرح ده. وهتخيط الجرح ده بايه ان شاء الله؟ هخيطه بخيط وابره يا خفيف. هخيطه بايه يعني؟ وعشان لسانك اللي زي الفرقله ده انا هشوف لك اطول ابره تريكو خيطه لك بيه. ابره تريكو؟ تخيطي ظهري بابره تريكو؟ هو ظهري بلوفر؟ لا لك لوك يا خفيف. خد يا دكتور. اثبت يا استاذ. خد يا دكتور اللي قلت لك الحاجات دي. هاتي هاتي. لا ولا ده. ايوه ايوه ده. ده ايه؟ ايوه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ خيط اسود. طب ما تشوف لنا خيط احمر عشان يليق على الجرح. انا عايزاكم بقى تشوفوا لي اي مطهر عشان نطهر الجرح ده ونخدره له شويه. انا فاكر ان كان في ازاز خمر على الطياره. خمره؟ اعوذ بالله. امال هنطهرها لك بايه؟ بشاي اخضر؟ شاي اخضر؟ بتصغري مني؟ بترقصي على احزانك؟ خلينا نخلص من احزانك دي بقى. تعالوا تعالوا انتوا الاثنين امسكوه ثبتهولي كويس قوي. مش عايزاه يتحرك عشان اعرف اخيط الجرح ده. ايه ده؟ ايه ده؟ كويس كويس قوي. مش اسلوب يا اخوانا، مش اسلوب. دي مش ماسكه. لا انتوا متاكدين يا جدعان ان دي دكتوره؟ دي ماكنه خياطه طبعا. دكتور اشهر من نار على العالم كمان. ايه ما سمعتش عن سعاد المقريف؟ قريب. وحضرتك بقى يا دكتوره سعاد تخصص جراحه؟ قريب. تخصص قريب من الجراحه. يعني تخصص ايه؟ دكتورة امراض نفسيه وعصبيه. انا امك يا ابني. ايوه ايوه. اثبت لي بقى كده. اتخدرت رباني. خليني اخلص خلطه الجرح ده وتبقى نظيفه وتبقى محترمه. يا دكتور يا دكتوره. مش شايفاني مشغوله؟ مش شايفاني مشغوله؟ انت كده بتخيطي القميص. ايوه ما هو ده الطب الحديث دلوقتي، ان انت تخيطي القميص او اي حاجه ملبوسه عشان تقفلي، عشان تمنعي تسرب اي ميكروبات وجراثيم جوه الجرح. اهو هندخل دلوقتي على الجرح. شفتي؟ لو كنت استنيتي الطب الحديث. الفرصه جات لك يا دكتوره سعاد، الفرصه جات لك. اثبتي كفاءتك وجدارتك. بس الحمد لله لحقناه. لحقناه ايه بس؟ ده شكله الاول والله كان احسن. كان قاعد بيلعب في الشجر ومش عارف اصلا ان هو متعور. الدكتوره دي غريبه. الحمد لله. هو دلوقتي مغمى عليه من نجاح العمليه. شويه وهيقوم يتنطط على كل الشجر ده زي القرود. انا اهم حاجه دلوقتي ان انتوا تجيبوا لي شويه الانتيبيوتكس دول عشان الجرح ما يتلوثش ويعمل لنا مشكله. امسك. كمان عايزه الاشعه دي عشان نطمن ان كل عموده الفقري فقراته سليمه متفكره كده فوق بعضها. اشعه ايه يا دكتور؟ انت مش شايف احنا فين؟ عن اذنكم انا بقول لك ايه يا اخ. نعم. والنبي وانت رايح الارزخانه جيب لي اي حاجه للصداع، اي برشام لحسن. خلاص دماغي خلاص. لو اتبقى معايا فلوس ان شاء الله هجيب لك كل اللي انت عايزاه. الجرح ده من امتى؟ الجرح ده غرزتين عمليه تجميل بالمره يطلع تحفه تحفه. لا ملوش لزوم، انا هجيب بادج او استيكر عربيات الزاويه يعني مكان ال. ثانيه واحده، انا لسه راميه الخيط والابره. لا مش عايز اتعبك. راحت فين؟ ايه هو راح فين؟ انت ما فيش فيكي اي حاجه؟ لا انا نزلت واقفه. يا اخوانا انا هسقط جوه كده اشوف اي حد يساعدنا واجي. لو لقيت حاجه تساعدنا هجيبها واجي، مش هخلع منكم يعني. بس حد ونبي بقى يجي معايا عشان يونسني. اي حد يجي معايا. عملت عبط دلوقتي؟ شكرا. الغابة دي ملهاش آخر ولا إيه؟ النبي يا رب أي طريق عمومي ولا محل عصير، أي حد يساعدنا. يا هناء! هناء!
بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي عروسة البحر دي ولا ايه؟ عروسة البحر؟ هسألك على حاجة بس ما تخطفنيش وتغرقيني والنبي. You from here? I was in plan. You understand me Barbie of the sea ولا ايه؟ I was in the plan. But plan for sorry is تش في المية. تش ايه يا عم انت بقى؟ عم انت؟ انت تتكلم عربي؟ انت ساكنه هنا طيب؟ انا كنت معاك في نفس الطياره بس المايه جابتني هنا. طب كان في واحده اسمها هناء كانت معانا في نفس الطياره ما شفتهاش؟ بتاعي يا هناء. انت شفت التاج بتاعي؟ تاج ايه يا شيخه؟ ده وقت انستجرام وصور برضو. انستجرام ايه؟ بص بص انا ميس ايجيبت. ميس ايجيبت؟ بطلي عرس. انا نفس التاج والله بس مش عارف اروح فين. بطلي فشر بقى، بطلي فشر يا ماما. ميس ايجيبت داليا البحيري واتنازلت عنها ليه بس سيسي. بعدين ايه اللي في وشك ده اصلا؟ ايه؟ في حاجه هنا في وشك. ايه اتشوهت صح؟ لا اتشوهت ايه؟ كل الحياه والنبي. لا من قلبي كان حاسس وحياه ربنا. لا والله يا ستي يا ريت كل البنات تشوه وتبقى زي كده. مرايه ايه؟ مش محتاجه. الحياه في ايه؟ مش محتاجه اي حاجه اشيليها. ايه انا اقسم بالله لو حصل لي حاجه هخرب بيتك. وانا مال انا؟ هو انا اللي كنت سايق الطياره ولا ايه؟ مش الرد عليا محروق تليفونه ما بيجمعش. اما اتصل ببهنسك ده. ها دياب رد عليا. بقول لك بهنسي. بهنسي رد عليا محروق يا دحروق. دحروق تليفونه ما بيجمعش وروخر. اما اتصل بليلي. ليلي ردت عليه. دحروق دحروق يا دحروق دحروق. ليلي يا روخر ما بتردش. يا كده يا اما بتلم جوز الجلي من الزريبي. يا اما تاخد حمام جوز عند خالته مصطفى. طب وريني كده انا عايز اجر. خد يودع سر في اسفه خلقه. الو هز يالا هز بسرعه. نص قطر دايري يمين. الو مفيش فايده. انا عايز افهم كل اللي انتوا ما فين تليفوناتهم. لا كده مصر فيها حاجه غريبه. هتلاقي البلد خربانه يا ستر يا رب. طب والحل ايه؟ الحل اللي احنا ندور على سنجل. عشان ايه؟ اي سنجل اللي هو ايه؟ اللي هي الشبكه يا بهيمه. ازاي ده؟ سيرش معايا. بقول لك ايه، مفيش حد ناجر منه الشمسيتين والكرسي. في هنلاقي قدام جار بتاع الفريسكا. طب بص يا سي عربي، هم قالوا لي ان الهبوط بالطياره ده صعب بس ما قالوليش انه صعب قوي كده. دول رمونا رمي يا جدع. لا يا جاموسه انت مش فاهمه. هو الطيار بس لقانا عرسان جداد فقال يوجب معانا ويخمس بالطياره. لا ما عجبتنيش، كانوا عملوا لي زفه موتوسيكلات احسن. هعملها لك ان شاء الله وانت على الخشبه. وني مكرساوي. يا استاذ يا استاذ. يس. الشنط دي بتاعت حضرتك؟ ايوه سيدي. طب والنبي ما لقاش معاك برشام للصداع؟ لحسن دماغ بقت عامله زي التومه كانك جبت الهون كده ودقتها. سلامتك يا حبيبتي. عندي برشام صداع بس ده عشان صداعي انا ماليش دعوه بصداع الناس. مش ممكن مش ممكن ولا تليفون عاوز يلقط اي اشاره، مفيش شبكه خالص. طب ما تجرب كده تبعت على الواتس ولا على الفيس. يا بنتي ما دام مفيش شبكه يبقى مفيش انترنت. سيبيني بقى. سيبيني ما وصلنا اهو خلاص يا ساتر. لقيت الارزخانه؟ بس لقيتها قافلة والمحلات كلها قافلة. واضح النهاردة عيد عندهم هنا في الجزيرة. بس لقيت دي ما شاء الله لقيتها فيه. تعالي يا أمورة. تعالي يا حبيبتي. تعالي عند بابا. لا دي مجنونة. مجنونة هتزقلك بالطوب يا سيدي تزقل. طب هنعمل ايه في الراجل اللي عايزين نجيب له مضاد حيوي ودوت؟ عدم المؤاخذة يعني راجل مين؟ الراجل اللي هو شبه القنف ده اللي لابس جينز. نعم انتوا عاوزين تعالجوه؟ مستحيل. انتوا عارفين ده عمل ايه؟ يا جماعه صدقوني يلا قوموا اعملوا حاجه. اسكت بقى بطل جنينه. صدقوني الطياره هتقع. شفتوا؟ صدقني. حصامك فكر يا حصامك. الطياره هتقع. الطياره هتقع بقى. اعذرني بقى يا حصامك انا اسف. بصيلي كده يا جماعه وبالرقم وليوش وراح سابني ومشي. اخس عليه ملوش حق. ليه حق؟ ليه حق؟ طب وهنسيبه يموت يعني عشان قالك خش؟ اللهم يعني نسيبه يموتنا احنا؟ اصله مش معنى اللي هو مقبوض عليه يبقى مجرم، يعني ممكن مثلا يبقى مقبوض عليه في قضيه بسيطه، سرق تيار كهربا، واخد كشك من غير ترخيص. يا سلام
وهيرحلوه اندونيسيا عشان سارق تار كهربا. ده لو سارق محمود كهربا نفسه مش هيرحلوه. طب انا هقول اللي عليا، الراجل دوت لو سبناه يموت ذنبه هيبقى في رقبتنا. يا سلام يا اختي، ولو فك بقى وراح رازعني كده هو سكينه في رقبتي، ساعتها فرحانه بقى بذنبه اللي في رقبتي ولا في رجلي؟ انت يا بقره بتتكلمي ليه وسط الرجاله؟ خشي جوه. جوه فين؟ ايوه صح. خلاص يا جماعه، احنا هندور على الدواء ونعالج الراجل ده عشان تريحي ضميرك، وبعد كده نقتله عشان نامن نفسنا. يا حبيبي النوع ده مجرم، ممكن يصحى تاني زي الافلام وبعدين يموت اي حد فينا ويهرب يدخل يستخبى في مسرح البالون اللي واقف ده. ساعتها نفجر مسرح البالون ده. يا اساتذه، بغض النظر عن ان انتوا استخدمتوا المدام كمسرح، انا معترض على فكره ان احنا نقتله، ده حرام. يا ابني ما احنا هنعالجه في الاول، هي الفكره ان احنا هنعالجه ونقتله او نقتله ونعالجه، هي الفكره ميكس يا جماعه. على فكره يا ساده، انا ماليش دعوه بالكلام الاهبل ده. قصدك مين بالاهبل؟ قصدي اللي واقف جنب مسرح البالون عاوز يحجز تذكره. هو مين ده الاهبل؟ ما دام اني مسرح البالون يبقى انت لهبل، وفي حد بيتقال لهبل غيرك؟ لهبل اقول لك ايه يا حاج؟ لم نفسك عشان ما نقلش من قيمه بعض. انت بتتكلم ازاي انت يا مقشف يا مقدد يا مصدي؟ هو مين ده اللي مقشف ومقدد ومصدي؟ ده انا جوزي ده عسل، ده انت ما تشوفوش هو مستحمي تنطره كده يبقى فله. اني مستحمي وتنطره وانا حاسس متجرجير؟ اسكت ما يعرفكش، ده البرنس ملك الفيزياء. اخرس انت يا تخينه يا منفوخ على 99، ومش ممكن حد عارف لك قدام من ورا. لا بقول لك ايه، تغلط فيا عديها، انما تغلط في المدام وفي الرسم الهندسي بتاعها مش هسكت لك. يومك مش هيعدي النهارده. ايه ده يا عربي؟ بس يا بنت انت عاوز تنضرب؟ انت ما شفتش دي لما بتروح عامله كده؟ انت بترفع على السلاح؟ طب تعالى لي، لو راجل سيب الحريم وتعالى لي. خلاص يا استاذ خلاص، سيبوني، ما حدش يتدخل، وسعوا الحريم تطلع. اخلص انت كارك انت وهو. ايه ده اللي هيمد ايده على تاني هضربه بالنار. اذا انت جبت المسدس ده منين؟ انا المقدم باسم باسل بلسم. مين؟ باسم باسل بلسم. ايه؟ باسل قولوا لي بلسم باشا. مش مهم، المهم ان حضرتك مقدم. ايوه مقدم. خلاص اسمعوا بقى الكلام اللي هقوله لكم ده بالحرف، الراجل اللي جوه ده هيتعالج، وانتوا هتسمعوا كلامي لحد لما حد يجي هنا وينقذنا، واللي هيعصى اوامري مش هيلاقي غير رصاص مسدسي في صرصور وده. مش هتقول لك اصحى عندك، ما تنزلوش المستشفى بتاعتي، الهوسبيتال بتاعتي مو بره. يا سعاد خلي في قلبك شويه شفقه، انا مين هتعالج؟ مش هعالجك. مش هتعالجيه ليه يا دكتوره؟ جيت عند دوت وحرمتي ليه؟ انا يا ستي ليه مزاج احرن؟ مش هعالجه. والله العظيم انت ست مفترية، وربنا مش هيسامحك ابدا على اللي بتعمليه فيا ده. وهيسامحك انت، انت ليك عين تتكلم؟ مش هعالجك. اشهدوا انا اسف، اشهدوا، عايزه تسيب جوزها يموت قدامكم. انا لو بايدي اجيب سكينه طول كده واجيب العرق من هنا لهنا واسيبك تتصفى قدامي، بس على فكره حرام ان انا ادخل النار في واحد زيك. ما تستهدي بالله يا دكتوره، واي مشاكل بينكم هتتحل، وبعدين دوت ابو الواد بنت. المراخين دي بتقول لي انت هتجيب واد. خبيت ابو مناخيري، انت هتفهمي اكتر من السنار والله بنت. طب انت ترضي اللي جوزك يبقى برجل واحده؟ ان شاء الله من غير رجل خالص ويمشي على ايده، هو حر لنفسه. اسمعي، ضل راجل ولا ضل حيطه؟ ولا عايزه ضل ده ولا ضل دي. وبعدين جوزي ده كان زمان ليه بقى؟ لان انا هطلعه دلوقتي حالا. يا سعاد يا سعاد، بطلي بقى كام لهبل ده قدام الناس، بعدين انا هفهمك. فاهم نفسك يا اخويا، انا فاهمه كل حاجه، فاهم نفسك. طب عالجيني وانا اطلقك. مش هعالجك وما طلعنيش، وحسيبك تموت وحورسك، وبعد ما ورثك هتجوز حتة عيال صغير من صغير كده يعوضني عن سنين الحرمان وبفلوسك. حرمان ايه؟ امال ايه اللي في بطنك دي؟ فرخه مشويه؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ خلاص وحدوا الله، هو ايه اللي حصل لكل دوت؟ ولو اني مش ملزمه ان احكي لك، بس هحكي لك بقى حضرتك. بس بقى حرام عليك، قاعد ماسك الصفحه دي بقالك ساعه، انا قريتها وخلصتها وحليت الكلمات المتقاطعه، بس ارجوك. انا مظبط لك كام ليله بقى، انما ايه ولا الف ليله وليله. لا ما تقولش. اولا حجزت اوتيل على البحر، الشاطئ بتاعه مليان شيزلونجات، اوضه النوم، وخدي بالك من اوضه النوم دي، فيها سرير مدور بيلف بالكهرباء. عايز اشوف البحر
دوسي على الزوار تلاقي وشك في البحر. امال ايه؟ سيل مروغ بقى مدور يا ابن المدوره. يا نهار اسود. هو فعلا اسود اسود مخلوط بالهباب المحروق بالزفت المقطرم بستين نيله اللي هنقعك فيه وتموت في التو، والتو اللي بعده هلبس عليك اسود. اهدي بس يا سعاد ما تاخديش بالمظاهر، انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني ايه؟ مين شبه المنحرف اللي قاعده جنبك دي؟ ما اعرفهاش. ما تعرفهاش وهتوريها السرير المدور؟ لا يا حبيبتي، انا بقى هقولك يعرفني ولا ما يعرفنيش، ده يعرفني ويعرفني ويعرفني قوي كمان، انا خطيبته يا عينيا، واول ما نوصل هناك هبقى مراته. يا حياتي. عارفه يعني ايه مراته؟ والسرير المدور ده يا روحي اللي هنقضي عليه شهر العسل، هديتي وتبطيتي ولا اقوم اهدك؟ الكلام ده انا اول مره اسمعه زيك بالظبط. اول مره تسمعه زيي؟ انت راجل مهزق وراجل غير محترم. لا لا بقول لكم، انتوا قلت لي احترموا نفسكم ولا شخصيه عامه؟ شخصيه عامه ايه؟ انت قدوه سيئه، انت لا تنصح ان انت تكون مذيع ولا اعلامي. انت كمان انت حسابك معايا بعدين. قومي يا ماما. انا ما انت ما خدتنيش حقي منها. انت سيبيني اصلا ما تتكلميش معايا والله العظيم. انا دلوقتي حالا انت وهي حرام عليكم، احنا مش شعلقين في الجو وماشيين ببركه ربنا. طب اله يا رب لو مصفيتوا الوقت من اوعى نوصل والطياره دي انت تقع بينا في عرض البحر. الصراحه هو واطي وحقير. لا الحق ما يزعلش، بس هو في الاول وفي الاخر روح، وانت باين عليكي قلبك كبير، يعني حتى لو حيوان هتعالجيه زي الحصان والحمار، بس الحمار ما بيتصاب بنضربه بالنار. حد يشوفك مسدس؟ مسدس يا ستي، عصبيه الحمل ديت هي اللي هتخرب عليك. عصبيتي من كلامك هي اللي هتخلي البيبي تنط من بقي. خلاص مش هعالجه. اخلصي بقى سعاد وبطلي اللي يتأدب قدام الناس. انت اساسا محدش يفتح بقه، انا بس اللي هتكلم، انا القانون. الراجل ده هيتعالج وبعدين هيتضرب بالنار. شيل الراجل المجنون ده من قدامي. اللي مش على الانفد هيمشي عليك. القانون ما بيفرقش ما بين حد، ما بيفرقش ما بين غني وفقير، غفير ووزير، مجرم وشريف. عدم المؤاخذه في لبس، يعني القانون معمول عشان يفرق ما بين المجرم والشريف. ده حقيقي مظبوط. انت بتتكلم ليه بقى؟ ومحدش تاجل كلمه هنا ليه؟ انت ظابط؟ لا. معاك مسدس؟ لا. عندك شنب؟ لا. يبقى تخرس. انا عندي شنب يا حظابط. ايه هتسلفه له يعني ولا ايه؟ ورد ما يرجعه تاني، ده شكله حرامي. يبقى تخرس. وانت يا دكتوره عايز ايه؟ اتفضلي بشري عملك وادي واجبك وعالجيه. مش هعالجه، هضربك بالنار. وانا هضربك بالشبشب. هو الشبشب اسرع ولا الرصاصه؟ حسب اللي هيرمي الاول. ايه احنا هناكل بعضنا ولا ايه؟ مش هتعالجوه، انا هعالج. ربنا يخليك يا اميره بنت الامره. واضح اللي دوت مش كسر، عشان لو كسر كانت هتبقى ورمه قد كده مرتين كده. وجعك وجعك قوي كده؟ هو قومي قومي، الله يخرب بيتك، انت قاعد على ايدي. قومي. انا اسف انا اسف. انت ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ هو انت دكتوره؟ انت مضيفه، شغلتك تقعدي تضيفينا وخلاص. مين دي اللي مضيفة؟ انت مضيفة ولا انت مش عارفة؟ لا انا مش عارفة. مش عارفة ايه؟ انا زي اللي دماغي اتمسحت. يا لهوي انا مش فاكرة حاجة خالص. خلاص معلش يا بنتي معلش. هتعملي ايه؟ ما تعملش نفسك اكتر من كده. خلاص ده اللي حصل. يعني انت يا اختي متاكده انك فقدتيها كلها؟ ما انت يمكن تكوني فقدتي حته والحته الثانيه مثلا تكوني ناسيها في الفرن. الهي يطلع القرش يا كل دلوقتي من البحر. انا مش فاكره حاجه خالص. انا كل اللي انا فاكراه اللي انا كنت نايمه على الشط دوت، وجه الضابط صحاني، قمت لقيت نفسي في الجزيره. مش فاكرة أي حاجة حصلت من قبل كده. أنا حتى مش فاكرة اسمي. إزاي؟ ما هو اسمك مكتوب على البادج اللي على هدومك، إيتاب. يعني أنا مش مصرية؟ هو الاسم يرجع لأصول هندية، حتى تلاقيه شبه إيتاب باتشان. اللهم صل على حضرة النبي، نبغي، نبغي وما فيش حاجة تستعصى عليها أبداً. يخشى على النبغة. اسمها مش إيتاب، اسمها عتاب. عتاب باتشان؟ يا حبيبي اسمها عتاب محمود. أنا اسمي إيه؟ عتاب محمود. صدقي بالله لا اله الا الله، انا عمري ما سمحت بالاسم ده في حياتي كلها نهائي. هو انت مش فاكره اي حاجه خالص؟ خالص، كانك جبتي استيكه ومسحت بيها كده لحد ما الورقه اتكحتت منك. لا ده كده نسيان ثابت. يعني انا اسمي عتاب محمود ولا نسيان ثابت؟ يا بنتي يا بنتي، الحاله اللي انت فيها دي بنسميها احنا عندنا في الطب نسيان
ثابت. طب بقول لك ايه يا دكتوره، انا افتكرت حاجه. نعم. مش دلوقتي لو جبت طوبه وخبطتني بها على دماغي هفتكر كل حاجه؟ ايوه صح صح، زي الاستاذ يوسف الشريف في مسلسل اسمه مؤقت، والاستاذ صالح سليم في الشموع السوداء. لا دوكا كنعمه في طيور الظلام. لا دوكا امير الظلام، لا يمكن تغلبيني في الافلام. يا رب يا رب انت شيلني من وسط مصنع الغباء اللي انا قاعده معاه ده، يا رب عشان خاطري انا حامل، ده مش كويس علشاني وعلشان صحتي. ربنا يمتعك بالف سلامه، سايق عليك النبي، اخبطيني بحاجه انت خسرانه ايه؟ تخلف يا تخلف. هو حضرتك هتلخبطيني ليه؟ هو انا اسمي تخلف ولا اسمي عتاب محمود ولا جهان ثابت؟ يا بنتي تخلف دي من حاله التخلف اللي انت فيها، وبعدين انا لو ضربتك دلوقتي بحاجه على نفوخك انت هتفقدي النطق، مش هترجع لك الذاكره. ساعتها بخبطيني بحاجه على لساني النطق يرجع لي تاني. هو انت عايزه تتخبطي على اي حاجه وخلاص؟ طب بقول لكم ايه، حد معاه مرايه يمكن لما اشوفنا افتكرني. يعني انت هتطلعي انصح مننا؟ ما احنا شايفينك ومش فاكرينك. اللهم لا اعتراض. ما تقطعيش قلبي بقى يا ست، لو على اهلك اللي مش فاكراهم اعتبرينا احنا اهلي. اقول لك اعتبرينا نمي، والحلو الاسمر ده اعتبر اخوك الصغن. شوفي حتى بصي هو يبان صغنن وصفيف كده واننا اكبر منه، بس حبني واتجوزني. خلاص يا بنت مش وقت دلع. ربنا يخليكي يا اختي، متشكره يا دكتور. انت اللي زعلتيه وانا فتحت بقي. بس برافو عليك يا حظابط، ده انت طلعت قناص، قنصتها من قنصه واحده. شوف اهم صفه في ضابط البوليس انه يكون لماح وسريع البديهه وقناص. طبعا. بس شفت هجمت عليها ازاي؟ ده احنا كتب لنا امر جديد، ده مره واحده هجم كده. ده اسمه ايه الوحش ده؟ ده اسمه النمل الابيض. ها؟ النمل الابيض. هو ده اللي اسمه النمل الابيض؟ ده اذى خلق الله. سبحان الله، شوف اسمه النمل الابيض واذى خلق الله. هو ابيض من بره لكن اسود من جوه، قناع بيرتديه علشان يقدر يضحك على ضحاياه. اتفضلي يا دكتوره، لميت لك كل الادويه اللي مع الناس وحطيتهم لك في الشنطه دي، بس يا ريت تراجعيهم لو سمحت عشان لو في حاجه فيهم نازله جدول اقدر اتخذ اجراءاتي بسرعه. لا كلهم كويسين. كويسين يعني ايه؟ الراجل المتعور جوه ده هنديله انهي دواء فيهم؟ اديله نوعين، ولا اقول لك اديله ثلاثه؟ طب ما اديله ست انواع. ماشي ماشي ماشي. هو انا اللي دكتور ولا انت؟ انت بتقول اهو انت مش دكتور. انا دكتوره وعارفه جوزي اكتر منك. اديله الشنطه دي كلها. يلا حبيبي. طب يا حضره الظابط قبل ما تديله ما تديلي انا شويه فيتامينات عشان اتقوى بيهم، لان انا خلاص عماله اخس 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 من الهلكه اللي احنا فيها. اتفضلي. او النبي لو في ستريبس البرتقال بس بيبقى مزز وحلو كده. هي الانسه عتاب كويسه؟ كويسه منين؟ هو احنا فينا حد كويس؟ ما كلنا زفت. قصدك مين بزفت؟ بس اسكت اسكت. خلي بالك يا دكتوره من النمل الابيض. ها الابيض. مزمز العتاب. انا عارف طبعا ان انت زعلانه عشان موضوع انك فقدتي الذاكره وانك مش قادره تفتكري اي حاجه من اللي حصلت لي خالص، وانك على جزيرة ويا عالم هنخرج منها ولا لأ، بس أنا عايزك تبصي نص كوباية المليان. يعني تخيلي كده لو كانت الطيارة اللي احنا جواها دي انفجرت واحنا جواها، متخيلة كان زماننا هنبقى عاملين ازاي دلوقتي؟ يا ساتر يا رب كنا بقينا شاورما. بس الحمد لله ربنا نجانا وادانا فرصة تانية، ودينا اهو على جزيرة مقطوعة ويا عالم هنخرج منها ولا لأ. أنا متشكرة قوي يا حضرة الظابط، خلاص أنا مش زعلانة. لا أنت لسه زعلانة، انا عايزك بقى تفكي من الهم والغم دهوت والاكتئاب وتيجي تقعدي معانا. يعني تعاملي على طبيعتي خالص، تعالي اقعدي اتكلمي. ماشي انا هبقى اقعد معاكم، بس كل ما تيجي تقعدي تحس ان انت مخنوقه وعايزه تقعدي مع نفسك. لا بتحس ان عينك هتغرغر وايدك هترعش وبتتكسفي لحسن تعيطي قدامنا؟ لا انا مكسوفه اقول لك. لا ما تتكسفيش قولي. اصلا انا جيت هنا هون عشان عايزه اعمل حمام. ايه؟ عايزه اعمل حمام، لا حقيقه في العلم. يعني انا من الصبح قاعده ادور على دروه وما لقيتش، فحتى قلت انزل الميه، فكرت قلت لا انا معيش غيارات، وبعدين قلت طيب لو لقيت غيارات في شنطتي ما انا مش فاكره شنطتي لاني فاقده الذاكره، فما صدقت لقيت الصخره ديت كدروه يعني، فقلت الدره وراها، وبعدين جيت حضرتك قطعتني. انت بتتكلمي بجد؟
هو ايه العيب في اللي انا بقوله؟ انت مش بني ادم؟ بني ادم ايه اللي عيب؟ الموضوع كله عيب يا بنتي. انت ايه، فقدت الذاكره بالادب بالحياه بالسنس، فقدت كل حاجه؟ ايه دوت يا استاذ، انا كنت فاكره الموقف اللي احنا فيه ده هيخليك تحس ان احنا اخوات. اخوات ايه ده؟ لو ابوك يا ماما ما تقوليلوش حاجه زي كده. انت كمان بتفكرني بابويا، كمان بتقلب عليا المواجع. هو انا ناقصه حرام عليك؟ مش كفايه بقول لك اللي انا عايزه اتصرف؟ اسف مش قصدي، والله مش قصدي. انا هسيبك براحتك. لا خلاص خليك، ما هي راحت. بس بقى ما تدخلنيش في تفاصيلك لو سمحت اكتر من كده. ليه انا اعرف موضوع زي ده؟ طب انت ليه جيت؟ عشان حيوان. انا حيوان ان انا جيت؟ اوعي تعملي حاجه في الميه لو سمحت، احنا هننزل الميه. مالكش دعوه، دي ملك الجميع. يا دي النايبه عليا، عرف مكان الدروه. ساره بنا جعانه قوي. جعانه ايه يا بت في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ الناس بتقول اني خايفه، اني مخلوعه، انا عايزه اكتب وصيتي، مش اني جعانه. طب يا سيدي اني خايفه، اني مخلوعه، هات ورق اكتب وصيتي. خلاص ارتاح، بردك جعانه. يا بت وانا اجيب لك واكل منين في الحته اللي احنا فيها دي؟ عارفه يا بت يا هانم، الحتة دي تبقى جزيرة، عارفة ليه؟ ليه؟ لأن الجزيرة هي المكان الذي يحوط الماء من الأربع جهات. عارفة لو ما بيحطوش الماء من الأربع جهات ما يبقى جزيرة. يبقى يبقى شبه جزيرة، والله أعلم. يا فرحتي يا فرحتي، سعرة بتلع من اسمتي، والنبي أنا محظوظة. خلاص يا أخويا مبسوط، بردك زعلان. يلا يا أخويا بقى روح الزيتونك كده وشوف لنا أي مطعم ولا كشك. ليدي جاجا، أنا عايز أقولك معلومة مهمة جداً. أنتي وجوزك الدكتور العالم الفذ العبقري زويل ده، إحنا هنا مش في مرسى مطروح، إحنا هنا وأنا في جزيرة مهجورة وبعيدة ومحدش يعرف إحنا فين. طب والمفروض نعمل إيه؟ إحنا ما نعملش، أنتي بالذات ما تعمليش. إحنا مفروض نقعد كده نستنى لغاية لما تيجي طيارة تانية تنقذ الطيارة الأولانية اللي وقعت بينا، فهمتي؟ لا دي عطلة، دي اللي انت بتقوليه. اقول لك انا بقى، اساليني نعمل ايه وانا اقول لك نعمل ايه. نلعب بلاي. عدم المؤاخذة يعني، بس هي دمها خفيف، بس ما بتختارش الوقت المناسب اللي تهزر فيه. بزياداكي كحرير. خلاص ما تزعليش، مش وقت زعل يا بنت. فين الضحكة الملعونة اللي احبها؟